اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت لي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر وغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. لقاء متجدد يا استاذ حسام. اهلا دايما وسهلا. يا رب لقاء متجدد من المعلومات القيمه اللي بناخدها منك. نعم، وانا اولهم قبل المشاهدين. بارك الله في حضرتك. طبعا معنا اول اتصال، بس حضرتك يعني نوهت لي قبل ما نطلع لاول مره عن ان احنا هنشوف علاقه علاج السكر مع الكورونا ومرض السرطان ايضا مع الكورونا. ده انت سؤال حضرتك، ده ان حد كان سال حضرتك فيه. سالوه فعلا النهارده ومن قيمه يومين. نعم. فقلت لهم لو في فرصه يعني هنتكلم فيها. طب بس معنا اول اتصال. خلاص ناخد اول اتصال. مدام سميه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي الصحة؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين يا رب كلكم، وانت والدكتور يا رب. وانت طيبة وانت طيبة. اتفضلي يا استاذة سمية. انا كنت عايزة اسأل الدكتور، في حصاوي عندي صغيرة في الكلى، هل دي ممكن تروح بالادوية ولا لازم الليزر؟ طيب الحصوات حضرتك يعني حجمها قد ايه؟ صغيرة قوي. يعني اقل من سنتي؟ طيب سيادتك موجوده في الجزء الاعلى العلوي من الحوض الكلى ولا من الجزء السفلي؟ يعني هي لا من السفلي، لان المغص شديد من تحت. لا اصل حضرتك انا مكان في مكانها اللي من تحت ده حضرتك ملوش دعوه، هو المغص يا اما مغص كلوي يا اما مغص في الحالب، عادة هما دول اللي بيدوا مغص، يا الحالب يا الكلى. لا هي الكلى. ما هي الكلى حضرتك بقى، ممكن حصوة بتكون موجودة الكلى تقريبا لها جزء علوي وجزء سفلي، الأشعة اللي بتبينها سيادتك. هي السفلي. طيب وهي أقل من سنتي مش كده؟ طيب نزلت حصوات قبل كده؟ لا دي أول مرة. طيب سن حضرتك كام سنة؟ أنا عندي 55. طيب ألف سلامة. الله يسلمك. اتفضلي اقفلي وانا هكلم. شكرا استاذ سمية. يعني هو الحصوات الكليتين اما بتكون في الجزء العلوي من الكلى بيبقى اكثر يعني قابليه ان يحصل لها انها تنزل لوحدها في الحالب، لان اذا لو احنا قلنا الكلى شكلها بالشكل ده والحالب جاي هنا كده، خبال سيادتك نازل لتحت بس بيجي من النص، فبديهي ان الحصوه اللي فوق هتنزل بالجاذبيه وبعدين تنزل في الحالب، واقل من سلط عاده من سنتي عاده بتعدي. تمام اقل من. طب هي لو من تحت اذا الكلى اهي تمام خبال سيادتك او خليها كده عشان تبان وضع الحالب، لو هي من تحت هتطلع هتنط لفوق ازاي؟ صعب. مش هتنط. ينفع لو العيان مثلا حط راسه لتحت ورفع رجليه لفوق. ينفع، او ان هو يعوم واخد بال حضرتك في البحر او في البسين او في اي حاجه، ودايما يعمل اللي هو يبقى راسه لتحت ورجليه لفوق ويعمل اللي هو بيعمل العجله دي، واخد بال حضرتك هي هتتقلب معاه ان شاء الله وتنزل. الحالب بيعدي لحد سنتي، فهي ده بقى اللي منزل. طب سؤال اللي انا قلت لها، عديتي حصوات قبل من كده ولا لا؟ ده مهم جدا. تمام. لان لو كانت هناك حصوات عدت قبل كده في الحالب فربما يكون في تقرحات حصلت في الحالب، والتقرحات دي بتؤدي الى وجود تليفات، فممكن يحصل ضيق في الحالب فما تعديش السنتي، ومن هنا يبدا نخش بحاجات بقى اللي هي يعني القساطر ومش عارف ايه على اساس النحو المناظير عشان نطلع الحصوايه المحجوزه او المخنوقه جوه الحالب. بالنسبه لها هي تاخد فورات، بس لو البول بتاعها حمضي تاخد فورات قلويه، ولو البول قلوي تاخد فورات حمضيه، بشرط تغير البي اتش او درجة حموضة البول بطريقة عكسية عشان تدوب الحصوة شوية، وممكن لو اقل من سنتي ممكن تختفي تماما. طيب معانا ام احمد والاستاذة اسماء، ناخد ام احمد الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله ام احمد. ايوه ممكن تكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي معاكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. وبتاع يا دكتور انا بزين الصداع دايما وزنايلي. صداع فين؟ وانا نايمه بالليل وانا نايمه.
نعم. نقوم على الصداع بالليل يعني من الساعة 1 2 كده بيبدأ معايا. مكان الصداع فين يا فندم؟ في دماغ حاجة قدام كده من ورا وفي النص فوق كده. لا يبقى عند القفا. لا بص يا دكتور في الجنبين كده وفوق وورا. فين يا استاذ؟ عند انت قصدك عند القفا؟ بص يا دكتور قدام كده قدام في عينيا كده. في فوق عينيكي. فوق عينيكي حضرتك. جامد بيتعبني خالص ما اعرفش فتت عينيا وبيبقى تعبني خالص. بقاله قد ايه الصداع ده؟ والله يا دكتور بقى من سنين بقى 5 سنين وكشفت كذا مره. عندك جيوب انفيه؟ شويه وعندي ضغط. طيب احنا الف سلامه اتفضلي اقفلي وانا هرجع. شكرا. وايدي بتنمل يا دكتور انا لو سمحت. لا لو ايدك بتنمل حضرتك وانت نايمه يبقى نشوف الفقرات العنقيه. الفقرات العنقيه ممكن تدي التنميل في الايدين وممكن تدي الصداع. فهنا حضرتك تعملي لنا اشعه على الفقرات العنقيه اماميه خلفيه وحضرتك جانبيه. والتقرير كده بس حاولي حد يقراه لك وتقول لنا عليه، ممكن يكون هي دي الفقرات كلها. مع اقفلي حضرتك خلاص. شكرا اما. ولو الضغط عالي لازم نظبطه كويس. طبعا. لو في جنوب انفيه بس الجنوب الانفيه ما بتجيبش صداع عند النوم. الجنوب الانفيه بتجيب الصداع عاده اما العيان يقوم من وضع النوم ويقعد فبتيجي في الجيوب الانفيه الاماميه. لان الجيوب الانفيه الاماميه فيها حضرتك سوائل اما بتكون ملتهبه. السائل ده يا استاذ حسام ان هو في هنا تجوفين في المنطقه دي، ده اسمه جيب انفي وهنا جيب انفي. تمام. اي جيب انفي حضرتك له يعني قناه تهويه، فالتهويه دي بتفتح في تجويف الانف. اما بيكون في التهاب في الجيوب الانفيه بيحصل موجود سوائل. اي التهاب عاده بيقلب بسوائل. السائل ده والواحد نايم على ظهره بيبقى الهواء القناه مش مقفوله، لان الواحد نام على ظهره والقناه معديه من هنا داخله على المناخير والهواء رايح جاي والدنيا متزنه وكويسه قوي. اول ما يقوم يقعد يقوم السائل يقفل القناه، فمن هنا يبقى الضغط جوه الجيب الانفي غير الضغط الخارجي. طبعا. يبدا الصداع يجي. انا مش قادر اوضحها قوي، هي عايزه اشرحها اكتر. يعني حضرتك قصدك لما يكون نايم الهواء ماشي عادي بيبقى الهواء فما بيبقاش فيه صداع، يعني ده جيب انف اهو ماشي وفي انبوبه ماشيه اهي. تمام. المشكله عندي ان لازم يبقى فيها هواء يبقى انا ما عنديش صداع. تمام. لو اتقفلت هنا لما بيجي يقعد بقى اما يجي يقعد بتروح مقلوبه كده الميه نزلت لتحت، الهواء بينقطع والميه بتنزل تحت. والاكتر من كده اما الميه تنزل تحت تقعد تنقط جوه المناخير الانف فتسيب هنا فاكيوم اللي هو بنسميه ايه خلخله هواء. تمام. او نقص الضغط يقل لان الميه بتيجي والهواء ما بيخشش مكانها. بيخش هنا. فده يقدر يبقى صداع بعد الايام من النوم بنص ساعه او ساعه. ده اللي هو القداماني. طب ايه تاني يعمل الامامي الصداع الامامي؟ التفكير. والانشغال. واورام المخ في الفص الامامي. واخد بال حضرتك؟ لكن هي بتقول ان هو في اكتر من مكان زائد التنميل الايدين. فهنا التنميل معناه ان الفقرات العنقيه ربما تكون ضغطة على الاعصاب المغذيه للايدين. الدراعين دول اعصابهم طالعه من المنطقه اللي فوق الرقبه ورا الود. لا سيادتك من الرقبه، يعني الرقبه اللي هي الرقبه اللي احنا عاملين بقى الجرافطه دي. دول الفقرات دول خارج منهم اعصاب بيدوا للدراعين، فهو لو مضغوط عليهم يدي التنميل. بس هي بتقول التنميل وهي نايمه، هل وضع الفقرات العنقيه وقت النوم بتضغط؟ فلازم احنا نبص عليها. المهم دلوقتي هي تعمل لنا الاشعه اللي قلت عليها وتحافظ على ضغط الدم بتاعها. ضغط الدم لو عالي ممكن يدي كل الاعراض دي. تمام. نعم. ماشي يا دكتور. معانا الاستاذه اسماء وبعديها ام شيماء. ناخد الاستاذه اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه اسماء. انا الاول يعني بشكركم جدا، ربنا يبارك لكم في كل معلومه بتساعدوا بيها الناس. شكرا. انا كنت بس عايز اسال الدكتور سؤالين. اتفضلي.
انا الاول انا بيجي لي وجع في جنابي، يعني جنبي بالذات اليمين، بيبقى يعني بيجي كده كام دقيقه بس بيبقى وجع رهيب. طيب ده السؤال الاولاني. يعني هو مش بيجي كتير، بس كل كده 10 ايام بيجي لي يعني الوجع، وبيقعد كده دقايق ببقى مش قادره اتحرك منه. طيب الوجع ده سيادتك بيجي مع وضع معين او حركه معينه، او اثناء مثلا ما انت بتوطي تجيبي حاجه او بتتني يمين او شمال؟ لا لا، انا ببقى قاعده عادي جدا بحس كان في نغز كده فيا. يعني نغز مثلا كان في مسله ضربت في بطن حضرتك؟ كان في ايه؟ يعني كان في سكينه، سوري في التعبير. نعم ايوه. تستمر دقيقتين مثلا؟ تقعد كده شويه. انا مش عارفه، انا بصراحه ما رحتش عند الدكتور، انا مش عارفه ايه اصلا. طب سنك كام سنه؟ 33. انسه ولا مدام؟ مدام. له علاقه بالناحيه النفسيه الموضوع ده؟ لا ما اعتقدش. لا ما هو مش لازم ناحيه نفسيه، يعني حد يكشف حضرتك تقوم تجي لك. يعني ممكن يكون دي حاجه متراكمه بقى لها يومين ثلاثه وبتدور في مخيلتك وتتركز في المخيله، يعني تتكثف في صوره الالم الرهيب ده. والله مش عارفه. طب قولي السؤال يعني الثاني، ربما يخدم السؤال الاول. لا السؤال الثاني على جوزي، يعني هو مجاز هو برضه يخدم السؤال الاول. نعم. اتفضل. هو عنده دوالي ورا ركبته اليمين، يعني قد كده، يعني البليه الصغيره. دوالي ورا الركبه اليمين. هو شغال ايه يا فندم؟ نعم. شغال ايه؟ هو محامي. ايه؟ محامي. يعني ما بيقفش ولا بيقف كتير؟ لا اكتريته قعيد يعني. ما القعاد زي الوقوف على فكره بالنسبه للدوالي بتاع الساقين. عمل اشعه دوبلكس على الساق اللي فيها الدوالي؟ هو بس يعني بصراحه من سنين عملها، من زمان، والدكتور قال له عمليه وهو يعني ضد العمليات، ف يعني ما راحش تاني خالص. طيب عموما لازم يعمل قبل العمليه، يعمل تاني اتفضل اقفله وهرد عليه. شكرا شكرا. هو دلوقتي يا استاذ حسام اتفضل. من ضمن الحاجات الخطيره وجاوبنا عليها عده مرات من عده شهور، ان ممكن يتعمل عمليه لدوالي الساقين، والعمليه دي تكون بدايه النهايه. ليه حضرتك؟ واتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي، وقلنا ان موضوع حضرتك تصريف الدم اللي نازل في الساقين، يعني انت حضرتك القلب مكانه هنا، لو واحد طوله 170 سنتي يبقى المسافه دي حوالي 40 سنتي، 40 يبقى من هنا لحد الرجل تحت 130 سنتي. الدم بيترفع من الارتفاع 130 سنتي ضد الجاذبيه عن طريق جهاز وريدي معقد. واهم حاجه هنا ان الجهاز الوريدي ده نوعين، في نوع تحت الجلد وده السطحي، وفي نوع العميق اللي هو جوه عضلات الساقين اللي هو السمانه والفخذ والكلام ده كله. تمام. العميق هنا حواليه قلوب، يعني قلوب يعني حواليه طلمبات دافعه للدم لاعلى الا وهي العضلات، عضلات حضرتك السمانه وعضلات الفخدين ومش عارف ايه، دول بانقباضهم وبالشد بتاعهم حتى واحنا قاعدين او احنا واقفين بيزق الدم من مستوى الارض بارتفاع 130 سنتي، ودي ليس بالهين، عكس الجاذبية الارضية. تمام. بينما السطحي ما فيهوش اي مشاكل، طول ما الجهاز التخت اللي جوه فيه عضلات بتتغر اللي هو الداخلي العميق ده شغال كويس. تمام. طب انت يحصل دوالي، اما الجهاز العميق ده يحصل له حاجه من اتنين، يا اما الجهاز العميق يتسد تماما، او انه هو لازم يعد فيه القدره لدفع الدم من تحت لفوق لاعلى، سواء بالعضلات او بقى في تفويت هو في الصمامات. لو في تفويت في الصمامات او ضعف العضلات وشلنا الجهاز الخفيف اللي هو تحت الجلد اللي هو بيبان على طول الدوالي، مش هيحصل مشاكل. لكن لو كان منسد انسدادا نهائيا وشلنا السطح ده، الرجل هتبقى قد كده. تمام. هي الدوالي ده دكتور يعني دم متراكم؟ لا، هو حضرتك ما هو ده عباره عن ايه؟ في اورده،
الوريد ده سيادتك بيبقى لونه ازرق، موجود نوعين تحت الجلد وفي نوع جوه العضلات جوه اللحمه الحمراء. تمام. العميق هو اللي بيطلع دم. انت مش متخيل ان مثلا الجزء السفلي مع الجري والكلام ده بيبقى مثلا حوالي 30 لتر دم في الدقيقه. مع الجري. حوالي 30 لتر دم في الدقيقه. تمام. بيطلعوا من القدمين والساقين لفوق للقلب. ازاي دول بيطلعوا لفوق؟ ده الموضوع مش صعب، احنا عايز حد يكون يتخيلوا جدا فيزيقيا. طيب بالنسبه بالله. للمريض والناس اللي مش هتفهمني، وانا متاكد 90% مش فاهمين الكلام انا بقوله، يبقى لازم نعمل حاجه اسمها الدوبلكس سكان على الاورده والشرايين للساقين او للطرفين السفليين. تمام. ولو طلع ان الجهاز العميق مسدود انسدادا كاملا ما نعملش عمليه، لان لو عملنا عمليه وشلنا الجهاز السطحي والجهاز الداخلي مسدود، مش هنلاقي الدم، مش هيلاقي طريق يطلع بيه للقلب، هيتكوم جوه الانسجه. تمام. الرجل اللي قد كده هتبقى قد رجل الفيل وتزرق وتتقرح وتسود، وربما يحصل لها مشاكل. تمام. ويحصل بتر. طيب ناخد الاتصالات مدام ماجي وام عبد الرحمن. مبدئيا بنعتذر للساده المشاهدين، بس لازم ندي فرصه للدكتور يعني ان يبقى بيشرح باستفاضه عشان تبقى الحلقه مفيده ليهم. ما اقول يعني. يا استاذ انا ما اقدرش اقطع على الدكتور، انا عارف ان كنتوا على انتظار ومكالمات كتيره، بس يعني وبرضه يا استاذ حسام لاحظنا حاجه، اما انا بدي الروجيتا على قد المريض لوحده الفائده ما بتعمش الحقيقه. صح. يعني احنا بيتصل بينا مثلا من 20 ل 30 واحد، طب والباقيين كلهم اللي قاعدين قدام الاجهزه دول يعملوا ايه؟ تمام فعلا، فلازم ننشر الوعي ده اكيد. يعني واكيد نوزنها. لو الدكتور رد بسرعه على اللي فات هيرد على المنتظر برضه بسرعه، فمش هتاخدي حقك. ناخد اول اتصال مدام ماجي. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على البرنامج بتاعكم. الله يخليك. شكرا. ربنا يكرمك. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي يا مدام ماجي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وان انا عامله رجيم وبقلل جرعه السكر من نفسي، كان دكتور الرجيم هو اللي قال لي، بقول له بيجيني رعشه وعرق وكده، قال لي قلل الجرعه. طيب كويس. كنت باخد 40 وحده، بقيت اخد 30، بقيت اخد 20. جميل. حضرتك قلت لي عيد التحليل بعد الاكل بساعتين. عملت بعد الاكل بساعتين طلع 108. كويس. والتراكمي طلع 5.6. بس الهيموجلوبين يا دكتور بقى نزل، كان عندي 11.5 بقى 10.7. وفي نوعين ثانيين اللي هي صوره الدم المفروض يبقى من 36 ل 45، انا عندي 32.9. وفي حاجه المفروض 4.52، انا عندي 3.87 من 100، مش افضل من 10. طيب اتفضلي اقفلي وانا هرد على سؤالك. وانا ماشي على الرجيم زي ما انا يا دكتور. حاضر، برافو عليكي. شكرا يا مدام ماجي، شكرا، خليكي مع الدكتور. هي بالنسبه لها لو ما فيش رعشه وما فيش حاجه، يعني السكر ما بنخفضش عن كده، تخليها على نفس جرعه الانسولين. لو بيجي لها الرعشه وكده تنزل ال 20 وحده انسولين تخليهم 15. بالنسبه للدم تعمل لنا تقيس نسبه الحديد في الدم وتوتال ايرن بايند كاباسيتي وسيرم فريتين. يعني سيرم ايرن، سيرم فريتين، سيرم توتال ايرن بايند كاباسيتي. تعالوا لنا وكلمنا الاسبوع الجاي. تمام. طيب ناخد ام عبد الرحمن. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 32 سنه وانا كان سكري، عندي السكر بقالي 8 سنين. فبعدين حضرتك معايا؟ ايوه يا فندم. فبعدين انا فضلت كده يجي 3 سنين اخد 40 وحده بس في الغداء، وحده انسولين. فبعدين لقيت السكر دايما اقل حاجه يطلع 300. المهم انا رحت للدكتور تاني، فاخدت اكس رابد الصبح 10 والظهر 15، بعد الغداء قبل الغداء يعني 15، وفي العشاء ايه باخد 10 وباخد 10 وحدات لانتس اللي هو الالم قبل النوم. اوكي. ف
فالمشكله انا ساعات يا دكتور بخاف يعني مثلا يجي لي نقص سكر لو انا رحت نمت مثلا وانا يعني معايا طفلين وزوجي متوفي، فانا اخاف بقى لاني احيانا كان بيجي لي ضعف سكر نقص سكر وفي مره نمت يعني وصحيت مش يعني تقريبا فاقده للوعي ومش واخده بالي وانا ما معيش الا اطفال صغيرين، فانا مثلا اجي قبل النوم انا باخد ايه بخاف لا يبقى سكري يوطى وانا نايمه ما اخدش بالي فاقوم اكله حاجات مسكره كتير خوفا ان انا يجي لي نقص سكر. ده السؤال الاول. والسؤال الثاني يا دكتور لو سمحت، انا حاسه ان انا من بعد موضوع السكر ده حاسه ان انا دخلت في حاله من الاكتئاب ومعاها وسواس قهري، ما فيش حاجه تقلل موضوع الاكتئاب ده؟ وشكرا يا دكتور. العفو. اسالك سؤال معانا ولا خمشيت مع عبد الرحمن لسه معانا؟ مش لا مش طيب. هو بالنسبه للانسولين اللي بتاخده وهي خايفه من نقص السكر، ان احنا حضرتك على حسب التحليل الصايم واللي بعد الاكل بساعتين، فهم لو مظبوطين احنا ممكن يعني نقلل شويه جرعه العشاء. يعني هي بتاخد اللي انا فاكره 10 قبل الفطار، 15 قبل الغداء، 10 قبل العشاء، ده الاكترابيد، والدواء الثاني بتاخد 10 منه ثاني. تمام. العشرة منه تانيين دول ممكن تشيلهم وكفاية عليها الأكترابد العشرة اللي قبل العشرة. لو وزنها يعني بيزيد وخبر حضرتك يبقى تقلل الإنسولين وما تزودش الأكل. لو وزنها لسه قليل يبقى تزود الأكل زي ما هي شغالة كده مش غلط. نعم. تمام. نعم. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام, السلام ورحمة الله. أستاذ عادل اتفضل. تمام. وبعدين حضرتك الشعر بتاعها ما يعني ما بيطلعش، يعني بيطلع مثلا حاجه بسيطه كده ويطير ثاني. شعر راسها؟ نعم. شعر راسها؟ اه شعر راسها، شعر طرف راسها. يعني هي دلوقتي هي حضرتك دلوقتي ما فيش شعر في راسها خالص؟ لا في حضرتك بسيط بس شعر اصفر خالص وكل ما يكبر شويه يطير. طوله قد ايه؟ طول حوالي حضرتك يعني 2-3 سم. وهي كانت 2 سنين ونص. وهي 3 سنين ونص. ايوه. طيب ايه السؤال بقى سيادتك؟ انا سعادتك يعني انا سعادتك كشفت عند دكتور برضه امراض جلديه وبرضه ادالي شويه علاج وبرضه ما فيش تحدي. لا بس دي لازم تتشاف. يعني لازم تتشاف يعني. كويس. مش هي مش هقدر اساعدك بالتليفون قوي الحقيقه. ألف سلامة. لا يعني ما لازم حضرتك نجيبها ساعتك يعني نشوفها. واو. حد عندك في الأطفال في بلد أنت منين يا فندم؟ نعم إحنا حضرتك من كفر الشيخ. طيب روح لحد بتاع أطفال شاطر كده كفر الشيخ وبعدين لو فشل نشوفها إحنا إن شاء الله. إحنا روحنا لبتاع الأطفال حولنا للجلدية والجلدية حضرتك إدانا العلاج وبرضه ما فيش نتيجة. لا مش هقدر أساعد حضرتك على التليفون والله. ألف سلامة عليك. طيب شكرا شكرا أستاذ عادل. لو نقدر نخطف دقايق كده معلش معانا اتصال تاني. طيب نوره. استاذه نوره السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. اتفضلي يا ست. ايوه انا ممكن اسال الدكتور عن الـ عن الـ عن الاورده اللي في البطن اللي تظهر دي. طب لو تعلي صوتك شويه بس يا استاذه نوره. اقول اسال ممكن الدكتور عن الاورده بتظهر جوه حضرتك جوه استاذه نوره حضرتك بس اقفلي التلفزيون او وطيه واتكلمي من التليفون بس. ماشي مع حضرتك مع حضرتك. اتفضلي. الاورده في البطن مع الدراع اللي وارم ومع رجلي وارمه فانا ما عارفاش ايه 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 يعني ايه التعب ده. اورده في البطن زرقاء خالص زي العروق كده سودا كده يعني. انت حضرتك بتسمعي من التلفزيون ولا بتتكلمي من التليفون؟ لا في التليفون مع حضرتك في التليفون مع حضرتك. خليني اقول لك وانت تقول لي. طيب عندها اورده مزرقه في بطنها. اورده مزرقه في البطن؟ ايوه. اعلى البطن ولا اسفل البطن؟ لا اسفل البطن. اسفل. مع الدراع وارم ودراعها وارم. دراعين ولا دراع واحد؟ لا الدراع الواحد الشمال مع يعني الرجل الخفيفه مع الدراع الشمال. الشمال برضه دراع الشمال مع رجل الشمال.
الاثنين ورمين. ورمين لا يعني ورمين قوي ولا يعني لا حاجه لا بسيطه؟ حدث خفيف. حدث خفيف. انت بتنام على جنبك الشمال؟ ايوه. طيب ده طبيعي ان الانسان يبقى فيه نص اعلى من النص الثاني، لان النص اللي بينام عليه بيبقى عاده ادخن شويه او فيه تراكم للميه شويه. دي خلاص جاوبناها. طب بالنسبه للاورده اللي في البطن الزرقاء دي؟ لا الاورده دي حضرتك يعني مستقيمه كده ولا معوجه؟ لا لا معوده يعني معوده كده يعني. طيب نفض عن الجلد يعني خارج عن مستوى الجلد ولا زي سطح الجلد والزرقان باين كلون ازرق؟ ايوه باينه يعني زي سطح الجلد ولون ازرق كده باينه. باينه زي ازرق لكن مش نفضل بره يعني مش نف مش باينة. نفره بيسموها مش نفره لبره الاورده. ايوه بس بتعمل لي الم ساعات وشقشق قوي دام ده يعني في البطن بتاع يعني الاورده دي عامله لي بتعمل الم جامد بعد ساعات. بقى لها قد ايه الحكايه دي؟ حوالي دي ليها شهرين كده يعني معايا بس يعني. وهي اسفل البطن الناحيه الشمال فقط مش كده؟ ايوه. طيب اعملي لنا اشعه دوبلكس سكان على شرايين على اورده الساقين وعلى اورده البطن، دول مهمين قوي. الف سلامه. شكرا. شكرا. بنخاف من هنا بس اللي يكون في انسداد في الوريد الاجوف السفلي. تمام واخد بال حضرتك. والانسداد ده برضو ده من ضمن الجهاز العميق لوصول الدم من الجزء السفلي من الجسم للقلب. تمام. فلو اتقفل فبيستعيد عنه بالجهاز اللي هو السطحي اللي موجود تحت الجلد، وفي الحالة دي الأوردة بتحصل لها تضخم وتحصل تمدد ويحصل لها ان هي تبقى ترشس. ترشس يعني تبقى متعرجة. لان الوريد ان هو يبان ان وريد ازرق تحت الجلد ده ناس بيبقوا كده طبيعي يعني حضرتك في هو شعر جماليا مش حلو طبعا ان حد يبقى باين اوردته زرقاء كده في صدره او في بطنه او الكلام ده، لكن بيبقى نقص هناك للنسيج الرابط اللي هو كونكتيف تيشو اللي هو تحت الجلد، فيبقى في اورده ماشيه كلنا بس لما تبقى خفيف الجلد خفيف ورقيق يبان من تحته، ولا يسمى في الناس البيض. تمام. البشره البيضاء يبقى ظاهر. يبقى ظاهر ده نعتبره طبيعي امتى؟ واحد انه يبقى مستقيم مش معوج. اتنين ما يكونش ممتلئ. يعني ايه؟ تمام. يعني مش نافط، لفظ بلدي كده، مش منتفخ. مش منتفخ، مش طالع قابب من الجسم من الجلد، مش طالع كده يعني خط ازرق يعني خط ازرق لكن مقبول ما يكونش زي مطب. الله يبارك فيك. يعني هو مش طالع، اما يطلع ويتعرج دي علامة خطورة شديدة، سواء في الرجل في البطن في الراس في أي حتة. تمام. معنا الأستاذة ابتسام والأستاذة داليا مكفر الشيخ على الانتظار. أستاذة ابتسام سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي تفضلي يا أستاذة ابتسام. والله أنا عندي 46 سنة حاليا، ومن 10 سنين تقريبا كان عندي كانسر في الثدي، وعملت عملية استئصال وأخدت كيماوي وأخدت إشعاعي وقعدت فترة تحت المتابعة، وما زلت تحت المتابعة برضو بس كل سنة يعني بروح كل سنة وكده المعهد. من سنة حسيت ان انا بتجيلي دوخة وارهاق شديد من اي مجهود، من اقل مجهود ارهاق كبير قوي يعني ما بقدرش، حتى لو صوتي عالي شوية بحس ان انا نفسي رايح، يعني بحس ان انا نفسي مخطوف ومجهودي قل وبنهج من اقل حاجه، يعني حتى لو طلعت السلم دور دورين خلاص كده يعني بنهج جامد، وبعمل بخش الحمام كتير بالليل، وعندي حراره عاليه جدا بتجيني كده هبه كده مره واحده، ببقى مش طايقه نفسي ولا طايقه جسمي، وتعرق شديد بالليل وهبات ساخنه يعني زي ما بيقولوا كده بتيجي ايه ثواني يا فندم كل فتره يعني. بعد اذن حضرتك شالوا لك المبيضين؟ لا يا فندم هو الثدي بس. اصل ساعات بنشيل المبايض في اورام الثدي. لا هو حصل انقطاع للبريد من فتره كبيره. يعني اذا المبيضين ما بيطلعوش استروجين ولا بروجسترون؟ لا. طيب ما ده السبب يعني انت عندك اعراض اعضاد ما بعد انقطاع الدوره الشهريه. الاعراض دي حاضر هتدور على حقنه سهله قوي، في حبه اسمها بالموليف
كبسوله هتاخدها كل يوم حبايه مفيش مشاكل خالص. هي حضرتك عيد الحلقه حضرتك هتلاقيها يعني بالموليف ماشي. وهتاخدي هتدوري على دواء اسمه سيدو ديان حقنه، تاخدها حقنه واحده في العضل بس ان شاء الله، وربنا يكرمك. الف سلامه. شكرا عليك. شكرا استاذه ابتسام. ناخد الاستاذه داليا من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. بعد اذن حضرتك اكلم الدكتور. اه اتفضلي الدكتور معاك. دكتور من فضلك، انا بقالي 7 سنين ونص تقريبا باخد هرمون كورتيزون خارجة، علشان عندي الغدة اللي هي القذرية او الجار كلوية مش بتفرز هرمون كورتيزون على حد الدكتور ما هو قايل يعني. فباخد سولبريد 5 ماشية بيه على طول بقالي 7 سنين ونص، الدكتور قال لي هنكملها بيه مدى الحياة، بس في بقى اعراض بتحصل كل ما بتعمق في فتره العلاج، كل ما في اعراض بتحصل، تعب في العظم، شكه في صدري، وغزه في قلبي بسيطه مع النفس. سن كم سنه يا فندم؟ سن كم سنه؟ سن حضرتك؟ سني 35. 35. الدوره بتيجي؟ ايوه ما شاء الله الحمد لله منتظمه جدا وبتيجي في ميعادها. مدام حضرتك؟ مدام. ايوه مدام، ومعايا بنتين مخلفه. عظيم. بنتين. طيب اوكي. بقول لسيادتك وزنك كام دلوقتي؟ انا وزني قبل ما ابتدي العلاج كان 47 كيلو وطولي 170، وكان وزني 47 كيلو قبل ما اخد العلاج، ومع العلاج دلوقتي بقيت 70 كيلو، بس ما بزيدش عن ال 80، ونزلت بنزل خالص يعني بنزل للوزن اللي انا كنت عليه قبل العلاج. بس لا إيه؟ دلوقتي بطن حضرتك دلوقتي 70. وسط حضرتك وسط حضرتك قد ايه المحيط بتاعه؟ لا مفيش، ما عنديش بطن خالص الحمد لله، مفيش منطقه في البطن. طيب مفيش تفتحات في الجلد بتاعت البطن؟ لا الحمد لله مفيش. حضرتك اخر 6 شهور وزنك ثابت؟ وزني بينزل 65 ويطلع ل 80، بس الضغط يعني بتاعك كام؟ نعم ضغطك كام؟ ضغطي 80 على 110 حاجه زي كده يعني. لا مفيش حاجه اسمها حاجه زي كده. دكتوري بيقول لي ضغطك مظبوط. طيب فين وحاول سيادتك. شكرا شكرا. هي الناس من ضمن الاخطاء الشائعه ان نقص افراز الغده الكظريه اللي هي بتفرز عدة هرمونات وليست هرمون الكورتيزول لوحده، وعادة بيكون يصاحبها نقص كمان في الضغط ونقص في الشهية ونقص في الوزن. تمام. المهم احنا بندي هنا علاج اسمه علاج تعويضي، يعني الحاجة اللي ما بتطلعش من الجسم بنديها احنا زي السكر. تمام. السكر احنا بندي علاج تعويضي، اما ندي انسولين يبقى علاج تعويضي، اما ندي أدوية تانية يبقى علاج تدعيمي، بندعم البنكرياس. طيب. بنشغل الانسولين اللي هو ما بيشتغلش اللي هو طالع طبيعي او بزياده كمان. طيب. عن البنكرياس. احنا ممكن نكمل لو كان في فاصل ولا حاجه. لا احنا بس معانا الحاجه فاطمه على الانتظار. طب ما نخليها عشان انا طب انا هكمل بس. اتفضل اتفضل. فدايما الهرمونات يا استاذ حسام ما بتتاخدش صيف زي شتاء، وما بتتاخدش نهار زي بالليل، وما بتتاخدش في سن 30 سنه زي 40 زي 50 زي سن 10 سنين. انا الدكتور اللي قال لها اثباتي على جرعه دي كلام غير علمي خالص، مش مظبوط. لا 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 لا، احنا بنغير حضرتك على حسب السيزون، يعني على حسب الفصل الصيف او الشتاء او الربيع او الخريف، بنغير على حسب سن المريض، هل هو المريض طفل او شاب او بيبلغ او تمام. بتحمل او بتولد او بترضع او بتعجز او بيعجز. فأنا شايف إن هي تقيم تاني. هو الدواء اللي بتاخده ده للأسف مش عارف نقيس بيه الكورتيزون كويس للأسف الشديد، بس أنا شايف إنها بتاخد 5 ملي، ممكن تزود نص حباية قبل الغداء لمدة تمام. مثلا يوم بعد يوم حتى، وبعدين نشوف الوضع إيه، هتلاقي كل الأعراض دي اتحسنت إن شاء الله. تمام. دكتور محمد تسمح لي نكمل بعض الفصل؟ إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فصل ونواصل. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفصل. اهلا وسهلا يا دكتور مره تانية. اهلا بك يا استاذ. يا ترى الحاجه فاطمه لسه معانا ولا خلاص؟
حاجة فاطمة، السلام عليكم. اتفضلي يا حاجة فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا وسهلا. الله يخليك. بس حاجة فاطمة ابعدي شوية عن التلفزيون أو وطيه، لأن الصوتين داخلين في بعض. لا هو عندنا في الاستوديو الصوت واطي على فكرة. ايوه ايوه كده كويس كده تمام. ايوه انا عندي صوت بقاله 10 ايام مش منطبق معايا خالص. 10 ايام؟ 5 ايام. يعني بقيت الصوت انا عيت كام؟ وعيت بالليل عليك 300. 300 بتفاوت. كنت الاول باخد 40 الصبح وفي النص كده باخد 30. فالدكتور كان الالم. بيدي الوقت بس ايه مرتين بس بعاني عندي على طول. طيب ومسبب لي بقى وسايب عندي بقى كمان ابو على طول. طب ممكن تغير المكان بس عشان. طب انت يا حاجه فاطمه الشبكه عندك ضعيفه شويه، ممكن تغير المكان كده عشان الصوت مش واضح. اللي انا فهمته ان من 5 ايام تمام كده، من خمس ايام السكر عندك بتقيسيه بطريقه فيها تفاوت، مره 300 ومره 240 صح؟ 240 لا، هو اخر حاجه عندي دلوقتي 370. 170 370. ايوه. انا عايزه بس ايه تظبط لي ازاي؟ يعني هي بتسال ازاي تظبط الانسولين؟ بتاخدي ايه؟ بتاخد حاجه غير الانسولين؟ بتاخدي حاجه غير الانسولين؟ يعني حضرتك بتاخدي الانسولين بس حقن؟ الانسولين واخد برشام. اسمه ايه البرشام؟ الحبوب اسمها ايه؟ بتاخدي الحبوب اللي هي ال 40 وحده. لا معرفش. في حاجه 40 وباخد 20 بالليل. ما هي بتقول الانسولين 40 الصبح و20 بالليل، يعني 60 في اليوم. طيب. لكن انا عايز اسال بتاخد حبوب تاني مع الانسولين ولا لا؟ حاجه فاطمه طب لو سمعاني انت بتاخدي حبوب مع الانسولين؟ اسمه ايه الحبوب؟ باخد 860. بتاخدي سيتوفاج؟ ايوه 860. سيتوفاج. وزن سيادتك قد ايه؟ سن 90. 90 كيلو. اخر 6 شهور الوزن زاد ولا قل؟ لا هو يعني. بتاخدي سيتوفاج كام حبايه؟ باخد كنت باخد واحده بس انا زودت واحده ثاني. بتاخد اثنين؟ تاخد واحده وبعد ساعات بتاخد الثانيه. لا طبعا خلي سيتوفاج اصلا، لو زودت لك الانسولين وزنك هيزيد، احنا هنقلل الاكل بنسبه. اتفضلي اقفلي وهقول لك. شكرا يا حاجه فاطمه، خليك مع الدكتور. عايز اقول حاجه يا استاذ حسام، اسال حاجه على الدكتور ان يزود جرعات الانسولين عشان يظبط السكر بسرعه. ودي طريقة أنا شايفها إن هي سلاح الضعيف أو سلاح الدكتور اللي عاوز يريح دماغه أو سلاح الطبيب. تمام. اللي هو مش عايز يبذل مجهود أو بيتسرع النتائج القريبة دون النظر إلى النتائج اللي ممكن تكون غير طبيعية أو غير مريحة مستقبلا. فأنا المفروض ما زودش الإنسولين غير زي ما نقول بالشديد القوي، يعني احتفظ باي انسولين كل ما يؤدي جرعات قليله واصل الى نتائج طيبه في معدلات سكر وصحه عامه للمريض بجرعات انسولين بسيطه، يبقى انا دكتور شاطر. هذا هو الشطاره. تمام. فانا ما اسهل عليا هي دلوقتي بتقول بتاخد 40 انسولين الصبح و20 بالليل، وسكرها بيبقى بالليل ساعات 350 ولا 300 وحاجه، والصبح 200 وبيوصل 170، يعني كله فوق ال 100 يعني قريب من 200 فما فوق. عالم. انا سهل نزود 20 وحده انسولين ويا دار ما دخلك شر وخلاص بقى، نشوف هنحطهم فين يعني. تمام. نحطهم شويه مع الفطار وشويه مع العشاء وممكن شويه مع الغداء كمان لو في يعني. ولكن بعد 6 شهور هنلاقي ان الجرعه الجديده دي اللي هي يعني قفزت من 60 الى 80 ما بقتش تجيب نتيجه. ونخش في نفس الدايره. بعد شهرين 6 8 نقوم نرفع ال 60 دلوقتي بقى خلاهم 80، نرفع ال 80 خلاهم 100. بعد 6 شهور او سنه ال 100 يبقوا 120. وفي ناس بيتفرجوا علينا دلوقتي بياخدوا 200 وحده انسولين في اليوم، وبياخدوا 100 وبياخدوا 120 و140 و180 لحد 200 فيه.
ولو قال لهم عن كده وتلاقي بياخدوا الجرعات الكبيره دي وسكره عالي برضه، لان هو دخل في المتاهه اللي انا بتكلم فيها من دلوقتي. تمام. فبالنسبه لي بقول لها الحاجه اللي كانت متصله الاخيره، الحاجه فاطمه، واحد تقلل الاكل بنسبه 30%، يعني لو بتاكل ثلاث ترغيفه يبقى رغيفين. صح. لو بتاكل طبق رز يبقى تلتين طبق رز. لو بتاخد طبق بطاطس يبقى نص طبق بطاطس. شيل التلت. التلت. واحد. تمام. هتجوع في الاول مش مهم. اتنين هتزود انسيدو فاج اللي هي بتقول حبايه واحده، هي زودت احيانا بيبقوا اتنين تخليهم ثلاث حبات. في اليوم. اللي هو 850 حبايه قبل الاكل بنص ساعه ثلاث مرات. لو تمشي كل يوم نص ساعه في اي وقت هي تختاره مفيش مشكله يبقى كويس قوي. ما تستعجلش ظبط السكر. ممكن الموضوع ده هيقعد له اسبوعين ثلاثه وبعدين السكر يتظبط لوحده يجيب نتيجه. يجيب نتيجه. طيب ناخد الاستاذه نورهان. السلام عليكم. الو السلام عليكم يا دكتور، انا ابني عمره 11 سنه. يا جماعه على فكره العيب عندنا الصوت، من الاستوديو الصوت مش سامعين من عندنا احلى. لا خليها هي مالهاش ذنب لان كل الناس بيجوا صوتهم واطي. يا ابني يا دكتور. تمام. انا ابني عمره 11 سنه وزنه 29 كيلو. سنه كم سنه يا فندم؟ سنه 12 سنه. ابني عمره 11 سنه. 11 سنه. 11 سنه. ماشي. وزن 29 كيلو. اوكي. وطوله 131 سنتي. 131. وعنده عسر هضم. انت بتشتكي من ايه؟ سيبك من عسر هضم، ده البلد كلها عندها عسر هضم. ما بياكلش الخضروات ولا الجبن ولا السلطه. سيادتك تعبتي على ما قدرت تجيبينا وتتصلي بينا ليه؟ عشان حاجه، اديني سبب واحد. عاوزين نعمل له هرمون الغده. بالظبط كده، شفتي؟ اديني سبب واحد. سرطان النمو. ايه رايك احسن؟ طبعا جبنا من الاخر. هل وزنه كده وطوله طبيعي؟ ايوه. ما تقوليش بقى عسر هضم وتلف عليا وتضيع وقتك ووقتي. بص يا فندم. اول او طب اتفضلي اقفلي وانا هحكي. طب اقفلي وخليكي مع الدكتور اسماعيل. احنا بالنسبه للطول يا استاذ حسام، هو اولا سن 11 سنه ده سن كويس جدا جدا ان احنا نلحقه. تمام. يعني احنا ممكن ما ناخدش متصلات تاني، انا عارف ان قدامنا اربع خمس دقائق نتكلم فيه في النقطه دي. يعني ما ناخدش، معلش نعتذر يا جماعه، معلش كنترول، يعني ما تاخدش اي اتصالات بس عشان نلحق نرد. هم الاربع خمس دقائق دول ان شاء الله. شكرا. بص يا فندم، احنا عندنا القصر القامه بيبقى عندي مشكلتين في حياه الطفل. في مرحله من سنتين ونص او من سنتين او سنتين الا ربع لسنتين ونص الطفل بينط فيهم. تمام. بيحصل قفزه في معدلات الطول، ودي اللي بتحدد الطفل ده لحد سن البلوغ هيبقى ولد قصير ولا بنت قصيره ولا طويله، ما بين اقرانها، ما بين الناس اللي قدها في السن. وفي قفزه تانية بتيجي ما قبل البلوغ، ودي اللي بتحدد الطول النهائي للبني ادم. تمام. يعني مثلا انا 165، سيادتك 175، حد 150. القفزه دي قفزه مهمه جدا، ممكن الطفل او اللي داخل الشاب اللي داخل على البلوغ يزيد 10 سم. 10 سم دي حاجه جامده جدا. كبيره. كبيره معناها. طيب احنا بنحدد طول البني ادم ازاي في البيت؟ اول اربع سنين يبقى الولد طوله او البنت متر. اول اربع سنين. خلاص. تمام. طب هو بيطول طوله قد ايه؟ 50 سنتي. الطفل في بطن امه 9 شهور بيبقى 50 سنتي، ويقعد اربع سنين تانيين وهو في الدنيا يزيد 50 سنتي، عشان تتخيل وهو بطن امه في مصنع. يا قدرة الخالق. بيبقى نص متر جوه بطن امه، يعني ولما يخرج في 9 شهور. 9 شهور جوه قصادهم اربع سنين. اربع سنين. طيب بقى متر في اربع سنين، طب يبقى 150. ال 50 سنتي ال 30 بقى، يعني اول 50 سنتي 50 و50 بعد اربع سنين. واول 50 سنتي خلي بالك 9 شهور. تمام. يعني بيعمل كده غرفه تكاد ترى نموه. تمام. انت ممكن تشوف نموه كتير ولا سبب في اخر شهرين او شهر حتى. نيجي التاني 50 سنتي اربع سنين، طب تالت 50 سنتي 10 سنين من اربع سنين. يعني اول 50 سنتي 9 شهور،
تاني 50 سنتي 4 سنين، تالت 50 سنتي 8 شهور، 8 سنين متأسف 8 سنين يبقى 12 سنة. أنا مش عاوز أوصل لدي، عاوز أقول لك إن أول 50 سنتي ما خدوش حاجة، تاني 50 سنتي 4 سنين، تالت 50 سنتي 9 سنين. 9 سنين كتير، عشان يبقى طوله 150 سنتي بيكون بصل 13 سنة. تمام. طيب إحنا هنحسب ابنها عنده 11 سنة، نشيل متر في الأربع سنين، يتبقى كم سنة بال 11؟ 10. 11 عشان نمنه بالأربعة على إيدينا. أربعة يبقى 7. الله يفتح عليك. 7 7. هندي السبعة حضرتك 6 سنتي لكل سنة. طيب. يبقى المفروض وزنه 142 سنتي. تمام. هي قالت 131. صح مش كده؟ ولا أنا ناسي؟ قالت تقريبا 131. قالت 131. الله يفتح عليك. يعني في نقص 10 سنتي. لو هو كان 137 كنت أنا يعني ممكن. يعني لا لازم نشوفه. هرمون النمو مش هو الاساس في الحالات دي. تمام. بيتعمل الاول، هي الاول عشان ما نخشش فلوس كتير. هو الطول بيتكلف سيادتك، عشان نتكلم العربيه اللي هي مثلا نقول العربيه العاديه. تمام. طولها تقريبا 4 متر يا استاذ حسام. تمام. ثمنها ممكن يبقى 250 الف جنيه، 4 متر و20 سنتي. طب العربيه الاعلى منها في الموديل ان دي 250 الف، اللي هي ب 550 الف. لو الأولانية 4 متر و20 الرخيصة من ربع مليون. تمام. اللي تزيد عنها 200 ألف جنيه أو نص مليون، هالفرق بينهم كم طول كم سنتي؟ أي 20 سنتي. 20 سنتي؟ 20 سنتي. فرق بسيط. فرق بسيط بينها 8 وربع مليون جنيه. تمام. أنا عايز أقول إن السنتي في البني آدم بيتكلف مش أقل من 20 ألف جنيه. توهين. فلازم الموضوع ده المرة الجاية نكمل فيه، عشان إزاي نستفيد بأقل تكلفة وأن أولادنا ما يبقوش قصيرين. دكتور محمد آخر سؤال في لآخر 30 ثانية معانا. مريض السرطان مع الكورونا، هل لو جاله فرصة أنه يطعم يطعم ولا لا؟ ده أنت سؤالك عويز جدا. يعني أنت جايب لي أصعب سؤال في آخر 30 ثانية. لا مش مجاوب إلا المرة الجاية إن شاء الله. المرة الجاية صعب جدا يعني. أصل التطعيم عليه كلام كتير قوي قوي. تمام. وده كلام علمي اللي انا بقوله، مفيش طب يتعمل خلال سنه ولا اتنين. تمام. الطب احنا بنعرفه خلال 10 سنين على الاقل، وياما في ادويه نزلت واتشالت بعد 10 سنين. تمام. لان ظهر خطورتها بعد 10 سنين. تمام. ومش تمام. معنى ذلك ان التطعيم وحش 100%، بس صح. قد يكون وراه خطوره لا نعلمها. دكتور محمد نقدر نختم على كده؟ اتفضل يا فندم. أعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لهذه الحلقة من برنامج كونسلت تولي ميديسن. نشكركم لحسن الانتباه والمشاهدة والمتابعة، ونشكر السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدة الصماء كلية الطب جامعة عين شمس، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.